أنا شايف أنه ما فيش نهاية صح ونهاية غلط. يسرى اللوزي تعيش الخسارة بمسلسل صلة رحم. هو مشهد قصير قوي، يمكن أصعب حاجة فيه كان الرياكشن ده اللي أنا عملته في المراية. اتفاجئت من ردود الافعال عن مسلسل صلة رحم، لاني احنا كنا لسه بنصور لما ابتدى المسلسل يتعرض، فاحنا اتفاجئنا واحنا بنصور بتعليقات الايجابيه، وفي نقاد ابتدوا يقولوا لنا ده شكله هيبقى من احسن مسلسلات رمضان، ودي بتبقى حاجه صعبه قوي وانت لسه بتمثلي، لان احنا بقينا اللي هو يا نهار اسود احنا بقى لازم نكمل على كده ومش فاضل غير كام يوم. بس بصراحه يعني دي كانت حاجه حافز ان احنا يعني تدينا الزقه الاخيره، عشان كنا بجد تعبنا، والتعب ما كان بسبب تكثيف أيام التصوير بس، وإنما بالمجهود الكبير اللي انحط بالأداء كمان، فأغلبية المشاهد كان فيها كمية كبيرة من المشاعر والأحاسيس. ومن أبرز لقطات هالعمل كان مشهد حادث السير اللي تعرضوا له ليلى وحسام وبسببه بيخسروا ابنهم. مشهد الحادثة يمكن كتصوير هو أصعب للمصور للمخرج للجرافيكس، لانه معظم الشغل بيتعمل بعد التصوير. احنا كممثلين بيبقى الموضوع تكنيكال شويه بالنسبه لنا، في حسابات يعني بالملي لازم الحاجه تتعمل بطريقه، عشان في بعد ما نصور الجرافيكس هيركبوا بقى الازاز المكسور، في حاجات ما بتبقاش موجوده يعني في الحقيقه واحنا بنصور. اتبسط في اليوم اللي بيبقى عندنا ناس سبيشال افكتس نعمل حاجات كده صايعه وواحد بيحس ان هو بيلعب. ويسرى كان عندها مشهد ثاني اثر فيها بشكل كبير. هو مشهد قصير قوي، يمكن اصعب حاجه فيه كان الرياكشن ده اللي انا عملته في المرايه، وانا برفع راسي اول ما بسمعهم بيتكلموا من شالوا لي رحم وانا معرفش. مشهد بسيط قوي وقصير قوي وما فيهوش كلام كتير، فده كان اول مرحله للصدمه. ولان الفكره جدليه وشائكه، فمن احد الرسائل يلي حابين يوصلوها بهالعمل هو انه بالرغم من انه ليلى دكتوره نفسيه، الا انه هي انسانه كمان بالحقيقه وبتعاني من الخساره مثل اي شخص تاني بالحياه. ممكن يعدي بنفس الحاجه اللي المريض اللي عنده بيعدي بيها، وعلى قد ما هو بيبقى عارف نظريات وعارف ايه الصح وايه الغلط كطريقه علاج نفسي، بس البني ادم لما بيضعف وبيتحط في موقف ممكن تفكيره ما يبقاش ماشي بشكل سليم. عاجبني ده التناقض ده، هي دكتوره نفسيه بس هي بتقول حاجات زي واحده كانت عندها وهي عالجتها، بس هي مش قادره تعالج نفسها. احنا بشر في الاخر، لما بنضعف او بنمر بحاجه كبيره جرح كبير قراراتنا بتتلخبط، ما بنبقاش بنحسبها صح. والتناقضات والجدل الكبير كمان كملت مع اختلاف الاراء حول حبكه العمل، واللي هي قضيه شائكه وفكره خارج الصندوق. فليلى وحسام لما بيخسروا طفلهم بيقرروا يستعينوا بشخص ثاني كسيرجت لتنجب البيبي، وهالشخصيه هي اسماء ابو اليزيد. موضوع شائك طبعا، بس هو حلو يعني، ما نتكلم عن حاجة تجربة مختلفة، حاجة ما اتعملتش قبل كده. وارد انه ناس تتحط في الموقف ده كتير، الموقف اللي ليلى وحسام فيه ان هما مش قادرين يخلفوا، ده اكيد ناس كتير قوي في الموقف ده، فحلو ان هما جمهور يشوف قصة قدامهم، يعني يشوفوا ناس من لحم ودم قدامهم بيعيشوا التجربة دي، وبيشوفوا القرارات اللي اتخذت والنتائج بتاعتها وصلتهم لإيه. والنتيجة النهائية هي أنه حسام بيموت من بعد ما كان حلمه الوحيد أنه يكون أب فقط. أنا شايف أنه ما فيش نهاية صح ونهاية غلط، يعني هو كان وارد أنه أي حاجة تحصل، وارد أنه البيبي يعيش كلهم يعيشوا ونشوف بقى ساعتها نعمل جزء تاني ونشوف مين الأم وكده، بس كان يمكن هو حلو أن هي نهاية من ناحية مش سعيدة، وفي نفس الوقت متسابة برضو في باب مفتوح أو باب موارب بيطرح تساؤل، طب الستتين دول هيعملوا إيه مع بعض مع البيبي؟